بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم اللقاء الرابع من اللقاء مقرر مبادئ الانتصار الجزئي الفصل الدراسي الصيفي لعام الجامعي 1441. في لقاء اليوم هنتحدث ان شاء الله عن الدخل والانفاق وكيف يحدث التوازن فيما بعد. بداية نتحقق المستوى التوازني للناتج المحلي عندما تساوي الناتج المحلي الاجمالي اللي هو الجي دي بي او ممكن نسميه الواي مع الطلب الكلي او الفقر الكلي اللي هو اديه رمز هنا الاي دي الريد ديماند. يبقى عندنا هنا المستوى التوازني الناتج المحلي اتحقق امتى؟ عندما تساوي العرض مع الطلب بصفه عامه. فعندنا جانب العرض هيمثل اللي هي الانتاج وجانب الطلب هو الطلب هنا الافراد. فبدات عندنا ان المستوى التوازني للناتج المحلي يتحقق متى؟ عندما تساوي الناتج المحلي الاجمالي اللي هو الجي دي بي او يقول عليه الرمز واي مع الطلب الكلي او الطلب الكلي اللي هو الاي دي. طيب لو شفنا في اللقاء السابق ان الناتج المحلي الاجمالي هو احد المقاييس الخاصه بالنشاط الاقتصادي الكلي. وده وفق عليه السوق بيتم هنا او يلبي الناتج المحلي الاجمالي الطلب الكلي على السلع والخدمات. يبقى عندي الكميه المنتجه هتلبي هنا الطلب على ايه عليها. من سواء بقى من قبل القطاعات العائليه او الحكومي او الاعمال او العالم هنا ايه الخارجي. نجد هنا ان الطلب الكلي بيعتمد على مجموعه من العوامل مثل الاسعار والدخل واذواق المستهلكين والسياسه العامه للحكومه والوضع الاقتصادي للدوله. طيب نجي الاول اول مكون من مكونات الناتج المحلي. احنا ما شفنا في الفصل السابق بيتم حساب الناتج المحلي الاجمالي باربع طرق، هي طريقه السلع النهائيه، طريقه القيمه المضافه، طريقه الدخل، ثم عندي طريقه ايه الانفاق. وقلنا في طريقه الانفاق ان اللي هو الجي دي بي او الواي بيساوي السي اللي هي انفاق الاستهلاكي او انفاق القطاع العائلي زائد الاي اللي هو انفاق الاستثمار اللي هو انفاق قطاع الاعمال زائد الجي اللي هو انفاق القطاع الحكومي زائد الاكس اللي هي الصادرات ناقص الاب اللي هي ايه الواردات. فاحنا في اللقاء اليوم واللقاء القادم باذن الله تعالى هنتحدث عن هذه المكونات. فاول هذه المكونات وهو الانفاق الاستهلاكي. هنا قلنا زي ما قلنا ان بتحقق المستوى التوازني للناتج المحلي الاجمالي متى؟ عندما تتساوى الكميه المنتجه في الاقتصاد مع الانفاق الكلي. وهنا ايضا بنؤكد ثاني ان الانفاق الكلي هو انفاق مجموع قطاعات المجتمع. فأنا حاليا في الوضع الحالي دول العالم كلها منفتحة على بعضها البعض، بعدين هنا الاقتصاد هنا ايه؟ مفتوح. فإذا عندنا الاقتصاد المفتوح قلنا بيتكون من كم قطاع؟ يكون من أربع قطاعات. يبقى احنا عندنا ثاني هنا شباب هنا الناتج الإنفاق الاستهلاكي. هو أحد مكونات الإنفاق الكلي. حيث أن الإنفاق الكلي هو عبارة عن ايه؟ هو مجموع إنفاق قطاعات المجتمع الأربعة. عندنا الناتج المحلي الاجمالي يتوازن امتى؟ او يتحقق المستوى التوازني للناتج المحلي الاجمالي عندما تتساوى الكميه المنتجه في الاقتصاد مع الانفاق الكلي، حيث ان الانفاق الكلي يمثل انفاق قطاعات المجتمع الاربعه. لو انا بتكلم في قطاع اقتصاد مفتوح، ما هي قطاعات المجتمع؟ لو انا عندي اقتصاد مغلق مكون من قطاعين يبقى عندي العائلي والاعمال. اقتصاد مغلق مكون من ثلاث قطاعات يبقى قطاع عائلي قطاع اعمال قطاع حكومي. اما اذا كنا بنتحدث عن اقتصاد مفتوح فاحنا عندنا قطاع عائلي قطاع اعمال قطاع حكومي ثم العالم الخارجي اللي هو الصادرات ناقص ايه الوارد. بالنسبه للعلاقه بين العلاقة بين الدخل والإنفاق، العلاقة بين الدخل والإنفاق ما بين هنا بتقوم الحكومات باستخدام السياسة الضريبية للتأثير على الإنفاق الاستهلاكي. احنا عندنا السياسة الضريبية أو الضرائب كأداة احنا إن شاء الله هنتكلم عنها فيما بعد، هي أحد أدوات إيه السياسة المالية. احنا عندنا السياسه الماليه، عندنا في الاقتصاد بيتكلم عن ما يسمى سياسه ماليه وسياسه نقديه. السياسه الماليه والسياسه النقديه هي احد السياسات التي تستخدمها الحكومه للتاثير على النشاط الاقتصادي.
فعندما الدولة تستخدم السياسة المالية تستخدم هنا يا اما الفكر القومي او الضرائب او حتى ما يسمى القروض. فبالنسبة عندي للضرائب هي احدى ادوات السياسة المالية التي تستخدمها دي هنا ايه دي التأثير على الانفاق الاستهلاكي. كيف تؤثر هنا السياسة الضريبية؟ زي ما قلنا ان احنا عندنا نوعين من الضرائب او عندنا نوعين من الضرائب، في ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. الضرائب الغير مباشرة تظهر متى؟ تظهر عند القيام بالانفاق. رايح اشتري سلعة ب 10 ريال لقيتها بكام ب 12. بدل ما هشتري سلعتين هشتري مثلا وحدتين هشتري واحدة ونص. يبقى هنا ايه؟ هتطلع على ايه؟ على الاستهلاك. ايضا دخل مثلا 10,000 اتخصم مني 1000 ريال ضرائب. فلما كنت هصرف 10,000 هصرف كام؟ 9,000. فاذا هنا عندي الضرائب فرض ضرائب سواء مباشرة او غير مباشرة تؤثر على ايه؟ على الانفاق هنا ايه؟ الاستهلاكي. وبالتالي عندي هنا للتأثير على الانفاق الاستهلاكي الدولة هتستخدم الضريبة وفقا لايه؟ وفقا للحالة حالة الاقتصاد. هل عندي حالة رواج ولا حالة ازدهار؟ هل عندي في ركود ولا في هنا رواج وازدهار؟ إذا في حالة ركود يعني النشاط الاقتصادي فيه راكد، فأنا عاوز أنشط الايه؟ النشاط الاقتصادي. يعني عايز ازود انفاقي الاستهلاكي، يبقى هعمل ايه؟ اخفض الضرائب. ويحدث العكس فات هنا الازدهار. يبقى اذا هنا عند قيام الدوله، عند قيام الدوله بخفض الضرائب فهنا ايه؟ بتلجئ ايه؟ معناها انها اتبعت سياسه ماليه هنسميها سياسه توسعيه بهدف ايه؟ علاج حاله الركود في الاقتصاد. اما اذا رفعت الضرائب ها فهنا تاثير هنا ايه؟ ان زودت هنا زود ضرب ايه؟ في حاله ايه؟ في حاله وجود حاله من الازدهار. يبقى اذا ايضا بنجد هنا ان الضرائب بتؤثر على الاستهلاك من خلال هنا ايه؟ الدخل المتاح للانفاق. احنا خدنا في ازاي نحسب الدخل المتاح، قلنا بجيب الدخل الشخصي اطرح منه هنا ايه؟ الضرائب المباشره اصل الى ايه؟ الى الدخل هنا ايه؟ الدخل المتاح. يبقى اذا عندي هنا الضرائب تؤثر على الاستهلاك من خلال الدخل المتاح للانفاق، لذا لابد من ايه؟ من دراسه هذه العقبه الايه؟ بين الدخل والاستهلاك. بنجد هنا ان الاستهلاك بيسير جنبا الى جنب مع الدخل. يعني هنا يعني جنبا الى جنب في هذه الحاله هنا بنجد ان هناك علاقه طرديه بين الدخل والاستهلاك. مع زياده الدخل بيزداد هنا الاستهلاك، مع انخفاض الدخل بينخفض عندي هنا الاستهلاك. اذا هنا توجد علاقه طرديه بين الدخل وبين هنا ايه؟ الاستهلاك. طيب في عندنا ما يسمى داله الاستهلاك. احنا عندنا هنا الدالة هي صيغة رياضية للعقب الايه بين متغير. مثلا بقول عندي ان واي بتساوي مثلا دالة في ايه اكس 1 اكس 2 اكس 3، فواي دي بسميها متغير تابع واكس 1 واكس 2 واكس 3 بسميها متغيرات مستقلة. فدي اسمها دالة عقب الدالة بالميل بين واي واكس. فهنا بشوف هنا بعتبر هنا ان الاكس هو المتغير المستقل والذي يؤثر على المتغير هنا ايه التابع. ايضا هنتكلم هنا عن دالة هنا ايه الاستهلاك، دالة مين؟ الاستهلاك. فدالة الاستهلاك هنا هتوضح العلاقة بين الاستهلاك وبين المؤثر فيه وهو الدخل. يبقى عندنا دالة الاستهلاك هتوضح دالة الاستهلاك العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي الكلي والدخل هنا ايه؟ الدخل المتاح. يبقى عندنا هنا دالة الاستهلاك مرة أخرى بتوضح العلاقة الرياضية بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل إيه المتاح. بيستخدم إيه بقال عامل أخرى على حين إن عندي هنا الاستهلاك يؤثر في عدة إيه عوامل بخلاف هنا الدخل، زي دول المستهلكين مثلا هيؤثر على مين؟ على الفرد.
طيب لما جينا نمثل هنا ذات الاستهلاك الرياضيه بنجزها الى جزئين. الجزء الاول بنسميه الاستهلاك التلقائي او الاستهلاك الذاتي، والجزء الثاني بنسميه عندي الاستهلاك التبعي. تمام؟ الاستهلاك التلقائي او الذاتي هو الاستهلاك الذي لا يعتمد على ايه؟ على الدخل. يعني لا يعتمد على الدخل، يعني ممكن شخص هنا لا يحصل على دخل وفي نفس الوقت بيقوم بالايه؟ هنا بالاستهلاك. يبقى اذا عندي هنا ثالث الاستهلاك هنقسمه الى جزئين. الجزء الاول بنسميه استهلاك تلقائي او ذاتي، وده لا يعتمد على الدخل. والجزء الثاني بنسميه هنا الاستهلاك التبعي، وهو يعتمد على ايه؟ على الدخل المتاح. بتكون عندي هنا الصيغه الرياضيه لذلك الاستهلاك بتاخد هذا الشكل، السي بتساوي A زائد البي في الواي دي، حيث السي هنا هو اجمالي الاستهلاك، الاي هو الاستهلاك الذاتي او بمعنى اخر هو الكميه المستهلكه عندما يكون الواي او الدخل يساوي كام؟ صفر. الواي دي حتم على بعضها واي معرفه بالدي، الدخل هنا ايه؟ المتاح. تمام؟ عندي هنا البي ديت تمثل ما يسمى الميل الحد للايه؟ للاستهلاك. تمام؟ هنا الميل الحد للاستهلاك عباره عن ايه؟ هو التغير في الاستهلاك نتيجه لتغير الدخل بايه؟ بمقدار ريال واحد، هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد. طيب اذا عندي هنا الميل الحد للاستهلاك عباره عن ايه؟ هنا الميل الحد للاستهلاك اللي هو البي ازاي بحسبه هنا؟ او بديه رمز هنا ام بي سي اللي هو مارجنال بروبن سايت تو ايه؟ تو كونسيوم. الام بي سي ام بي سي هو ايه؟ الميل الحد لايه؟ للاستهلاك اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن التغير في الاستهلاك على التغير في الايه؟ في الدخل. ودي عارفين يعني ايه التغير شويه، يعني الفرق بين ايه؟ بين نقطتين او بين ايه؟ كنتين. يبقى اذا عندي دوت داله الاستهلاك بيتم التمثيل عاده بخط مستقيم، اي منافذ هنا ايه؟ وجود علاقه خاصيه بين الدخل والاستهلاك، هذه العلاقه اللي هي بنحسبها من خلال ايه؟ الميل الحد هنا ايه؟ للاستهلاك. يبقى اذا عندي هنا الام بي سي هو الميل الحد للاستهلاك دلتا السي مقدار التغير في الفرق الاستهلاكي، دلتا دي هنا ايه؟ مقدار التغير في الدخل. يا اما اقول الام بي سي او اقول هنا عندي هنا البي، الاثنين نفس المعنى، البي هي الميل الحد للاستهلاك، يا اما الميل الحد للاستهلاك ادي له رمز البي او اقول عليه الام بي سي. طيب ما هو الميل الحد للاستهلاك؟ هو ايه؟ بيوضح نسبه الزياده في الانفاق، يبقى عندي هيوضح لنا الزياده في الانفاق الاستهلاكي عندما يزداد الدخل بمقدار ايه؟ وحده واحده. نيجي عندنا مثال هنا الجدول التالي هيوضح لي هذا الامر. عندي سنه 2001 2002 2006 عندي هنا الاستهلاك في سنه 2001 كان 2700 3600 ثم 4200، بينما عندي الدخل المتاح كان 3200 3600 4000 4400 4800 5000 كام و200. طب الام بي سي عباره عن ايه؟ قلنا هو التغير في الايه؟ في الاستهلاك، يبقى دلتا سي. طبعا ده اول قيمه ما نحطش شرطه ما نحسبهاش ان مالهاش ايه؟ قبليها. بعد كده عند السنه 2002 هقول عباره عن ايه؟ 3000 ناقص 2700 على 3600 ناقص كام؟ 3000 وكده. تطلع عندك ما بيساوي كام؟ فاصل 75. دائما بنجد هنا يا شباب ان الميل الحدي للاستهلاك قيمته تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. قيمة الميل الحد للاستهلاك بتساوي او تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. يعني دائما هنا ايه؟ قيمته ايه؟ يا صفر يا اما اقل من الواحد الصحيح او بين الاثنين. اوكي؟ او بمعنى دائما القيمة ايه؟ قيمة موجبة. قيمة الميل الحد للاستهلاك دائما قيمة ايه؟ قيمة ايه؟ قيمة موجبة. لو احنا نظرنا ايضا ان الجدول بدات تختار هنا ايه؟ ان قيمه الميل الحد استكمالها ثابته، اذا عندي هنا الميل الحد للاستهلاك دائما قيمه ثابته وتتراوح بين الصفر والواحد هنا ايه؟ الواحد الصحيح. طيب يمكن ايضا اطلع الاجابه دي رقم الخلايا عندي هنا الرسم. فلو انا عندي رسم بهذا الشكل، فانا عندي هنا ثلاث استهلاكات شايفين بادية من هنا يا شباب هنا؟
باجي استنتج من الجزء الموجب على المحور هنا ايه؟ الرأس. فانا عندي هدارس الاستهلاك مالها وفقا للنموذج الكنزي مالها تبدا منين؟ من الجزء الموجب على المحور الرأس. طب الجزء اللي تحت دوت اللي هو من الصفر لغايه بدايه دارس الاستهلاك بيعبر عن ايه هنا؟ يعبر عن الاستهلاك الايه؟ التابع يعبر عن الاستهلاك الذاتي او الاستهلاك التلقائي. يعني لو انا عندي هنا مثلا رقم ها هذه القيمه تمثل ايه؟ الاستهلاك التلقائي او الاستهلاك الذاتي. او بمعنى اخر هو الاستهلاك عند حجم دفع بيساوي صفر. ايضا اقدر اجيب النقطه الفرق ما بين كل مقدار من الاستهلاك على المقدار المقابل له من الدفع احصل على ايه؟ على الميل الحدي للاستهلاك. ناتي الى ما يسمى التحرك على منحنى الاستهلاك وانتقال منحنى هنا ايه؟ الاستهلاك. بيكون عندنا التحرك على منحنى الاستهلاك نتيجه لتغير داخل هنا ايه؟ المستهلك. هنا التغير التحرك على منحنى الاستهلاك هو ايه؟ نتيجه لتغير هنا ايه؟ الدخل. يبقى انا عندي هنا التحرك على منحنى الاستهلاك راجع لايه؟ راجع لتغير الدخل. اما انتقال منحنى الاستهلاك فهو نتيجه ايه؟ لعوامل اخرى. ما هي العوامل الاخرى؟ هنشوفها ان شاء الله كمان شويه. يبقى اذا عندي هنا منحنى الاستهلاك بيعكس العلاقه بين الانفاق الاستهلاكي والدخل هنا المتاح. الا انه ايه؟ تعثر بعده عوامل اخرى غير الدخل المتاح تؤدي الى ايه؟ الى انتقال المنحنى او تحكم المنحنى الاعلى او لا. طب قلنا بنفرق بين ايه؟ بين فرق بين التحرك على نفس المنحنى وتحرك المنحنى نفسه. يبقى التحرك على نفس المنحنى او من نقطه لاخرى على نفس المنحنى نتيجه هنا ايه؟ لتغير دخل المستهلك. اما تغير احد العوامل الاخرى ده نتيجه هنا ايه؟ لتغير العوامل الاخرى المؤثره في الايه؟ الاستهلاك. وزي ما هنشوف دلوقتي هنا عندي هنا ده كده شايفين الرسمه اللي مبنى هنا عندي النقطه ايه والنقطه دي الانتقال من النقطه ايه للنقطه دي على نفس المنحنى ده فعل مين هنا؟ ده او نتيجه لتغير دخل المستهلك. بينما عندي هنا انتقال المنحنى يمينا او يسارا بفعل هنا ايه؟ العوامل الاخرى ده يسمى عندي انتقال هنا ايه؟ المنحنى. طيب ما هي العوامل المؤثره في انفاق الاستهلاك الاخرى؟ احنا قلنا العوامل المؤثره في انفاق الاستهلاك اثنين وعوامل اخرى. تمام؟ قلنا تغير الدخل يؤدي لايه؟ تغير الدخل هيؤدي الى التحرك على منحنى مين؟ الانفاق على منحنى الانفاق الاستهلاكي. بينما عندي هنا العوامل الاخرى هتؤدي ايه؟ لانتقال المنحنى الاستهلاكي يمينا او ايه؟ او يسارا. العوامل المؤثره في انفاق الاستهلاكي وهي عندي هنا ثروه المستهلك عندنا المستوى العام للاسعار ومعدل سعر الفائده الحقيقي وهي مستوى هنا الطبقه. بنجد عندي بالنسبه هنا لثروه هنا ايه؟ المستهلك. يقصد هنا عندي هنا بالثروه الموارد الماليه التي يحصل عليها المستهلك مثل هنا ايه؟ امتلاك الاسهم والسندات او ارتفاع قيمتها بشكل ايه؟ كبير او الحصول على ايه؟ ميراث او دخل اخر. يبقى اذا عندي هنا ثروه المستهلك مالها؟ هتؤدي الى ايه؟ الى زياده هنا ايه؟ الدخل. تمام؟ ومن ثم عندي احسن ايه؟ زياده ذات ثروه المستهلك معنى هنا زياده هنا ايه؟ القدره الشرائيه للمستهلك وبالتالي بيدفع بالايه؟ الى زياده حجم هنا ايه؟ الايه؟ حجم الاستهلاك. ومن ثم هننتقل عند نفس مستوى الاسعار وعند نفس مستوى الدخل هيحصل هنا ايه؟ زياده في الايه؟ في الانفاق الاستهلاكي ده بيدفع عندنا ايه؟ ان منحنى الاستهلاك هينتقل الى ايه؟ الى اعلى. هو هذا الشكل عندي منحنى ايه؟ سي 1 عندي انتقاله الاعلى نوت ايه؟ النتيجه هنا ايه؟ لزياده الثروه. لو الثروه ادت هيحصل عندنا انتقال الى ايه؟ انتقال الى ايه؟ الى اسفل. طيب المستوى عندي العام للاسعار اللي هو ايه؟ عندي المستوى العام للاسعار احنا خدناه في السابقه ان هو ايه؟ اللي هو بيجيب سله مجموعه من السلع شوف السعر بتاعها دي شكله ايه؟ فانا عندي هنا المستوى العام للاسعار هنا هو نجد عندي هنا ايه؟ ان معظم الافراد او غالبيه الافراد هنا ماله هنا؟ بيحتفظ بثروته بشكل هنا ايه؟ اصول سائله او بعض الافراد
بيحتفظ هنا بيحتفظ شكل اصول سائله. ايضا هنا بتحتفظ الدوله بارصده نقليه ودائع شكل اصول سائله ودائع بتحتفظ هي للانخفاض عند ارتفاع مستوى العمل الاسعار. يعني ما ضغط انا معايا ايه في البنك 10,000 ريال. طيب ال 10,000 مثلا كان بيجيبوا سنه وخدمات مثلا بيجيب 100 وحده. نتيجه ارتفاع مستوى الاسعار من 10 ل 12 هجيب كميه هنا ايه اقل. فبالتالي عندي هنا ارتفاع في المستوى العام للاسعار. ده يؤدي الى ايه هنا؟ تآكل القوى الشرائية للدخل والثروة معا. يعني الدخل الساعة وثروة مالهم مقدار ما يمكن شراء من سلع خد مالها هتقل. وبالتالي يحدث عندي هنا انخفاض في المستوى هنا العام هنا ايه؟ ان عندي ارتفاع في المستوى العام للاسعار هيؤدي الى هنا انخفاض في ايه؟ في انفاق الاستهلاك ومن ثم مستوى الدخل ماله هنا هنتقل لايه؟ خط داله الاستهلاك هنتقل لايه؟ للاسفل. اما اذا حدث انخفاض في المستوى العام للاسعار ماذا يعني بالنسبه لي هنا؟ ان القوى الشرائيه مالها قد زادت للدخل والثروه ومن ثم مزيد من الانفاق الاستهلاكي ومن ثم يحصل عندنا ارتفاع او انتقال داله الاستهلاك لايه؟ للاعلى او جات هنا ايه؟ اليسار. ايضا عندي من العوامل الاخرى المؤثره على الانفاق الاستهلاكي هنا مستوى مستوى التضخم ومعدل سعر الفائده الحقيقي. بالنسبه لمعدل سعر الفائده الحقيقي هنا بيعتقد الكثيرين ان الزياده في سعر الفائده هيؤدي الى ايه؟ الى التشجيع على الادخار وتقلل هنا وتقلل بالتالي هنا ايه؟ من معدلات انفاق هنا الاستهلاكي. ده هنا ايه؟ اعتقاد البعض. بعض الدراسات التجريبيه او الاحصائيه اللي تمت توصل الى ان هذه النتيجه لا تعد ايه؟ تأييد قوي على هذه هنا العلاقه. باستثناء حالات ايه محدده جدا. وجد ان معظم الدراسات ان سعر الفائده ليس له ايه اثر واضح على قرارات هنا الاستهلاك. وبالتالي هنا احنا نفترض ايه ان سعر الفائده لا يؤثر على التحرك على منحنى هنا الاستهلاك. يعني البعض يرى ان مستوى سعر الفائده له تاثير والبعض يرى انه ايه ليس له تاثير. ايضا عندي مستوى التضخم نفس هنا ايه الامر. هذا اللي هو الدليل القوي على ايه؟ على ان مستوى التضخم هيؤدي الى ايه؟ الى تحرك منحنى الاستهلاك في اي اتجاه. إذا عندنا في أربع عوامل بتدرس لا تأثير على الإنفاق الاستهلاكي منها أو خمس عوامل بالتحديد دخل المستهلك ده بيؤدي الحركة على منحنى العوامل الأخرى اللي هي إيه عندنا الثروة المستوى العام للأسعار ومستوى معدل سعر الفائدة الحقيقي ومستوى هنا ماله التضخم. نأتي إلى العلاقة بين الاستهلاك والادخار. العلاقة بين الاستهلاك والادخار. يمثل عندنا الادخار الجزء المتبقي من الدخل المتاح بعد خصم قيمه الاستهلاك. احنا شفنا في الدرس السابق لما كنا بنوصل للدخل الشخصي قلنا الدخل الشخصي ده ماله هنا هو الدخل الشخصي المتاح يوزع بايه بين الاستهلاك والادخار. او بمعنى اخر هنا ان الدخل بينقسم الى جزئين. جزء يطرح او ينفق اللي هو بنسميه الاستهلاك وجزء لا ينفق او يصدق اللي هو عندنا ايه الادخار. اذا عندنا ايه الدخل مقسم بين الاستهلاك وايه والادخار. يبقى ده في عندنا ايه ممكن نقول في علاقه عكسيه بين الادخار والاستهلاك. لان الاستهلاك لو زاد الادخار ماله هيقل. لو الادخار قل الاستهلاك ماله هيزيد. لكن الاثنين اللي هو الاستهلاك والادخار على علاقه طرديه مع مين؟ مع الدخل. فعندنا في المثال بتاعنا هو عندي هنا الدخل المتاح 370 390 410 وهكذا. الاستهلاك عند دخل متاح 370 375 على الادخار هنا كام؟ سالب 5. يعني هنا الادخار بالسالب يعني هنا احنا هنا عند دخل 370 وجدنا ان الدخل 370 ماله هنا لا يكفي. ماذا لا يكفي لايه؟ للانفاق الاستهلاكي. فبيلجا هذا الفرد او هؤلاء المجموعه الى ايه؟ الى سحب المدخرات السابقه. عشان كده الادخار ماله هنا؟ قل. الادخار في هذه النقطه قل فظهر عندي للسالب. في المستوى اللي بعد كده عند 270 بجد هنا ان الدخل يساوي هنا ايه؟ حجم الاستهلاك. وبالتالي بيكون عندي هنا الادخار بيساوي كام؟ صفر. يبقى اذا عندي اذا كان الادخار بيساوي صفر هيكون هنا الاستهلاك بيساوي هنا الدخل المتاح. او اذا كان الدخل المتاح بيساوي الاستهلاك فان الادخار بيساوي صفر.
ايضا اقدر استاجر اذا كان الاستهلاك اكبر من الدخل المتاح، هيكون عندي هنا ادخار هنا ايه بالسالب. بعد ذلك تجد دوت ادى زياده الدخل بيزداد كل من الاستهلاك وكل من ايه كل من الادخار. زي ما قلنا كده من خلال الجدول هنلاحظ هنا في علاقه طرديه بين الدخل والاستهلاك، كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك. في البدايه بيكون عندي الاستهلاك اكبر من الدخل، حيث تمثل هنا ايه مقدار الزياده في الاستهلاك عند الحد الادنى ايه للاستهلاك. فهذه الحاله بيكون عندنا ايه الادخار بيكون هنا ايه سليم. الفرد الذي ليس له اي مصدر دخل هيعمل هنا؟ يجب ان يستهلك، وبالتالي عن طريق هنا يا اما عن طريق الاقتراض او السحب ايه او اللي هو بيسميه الادخار بالسالب او يسحب المدخر، لذلك بيكون عندنا ايه الادخار قيمته ايه سليم. عندما يزداد بقى هنا الادخار بيزداد، عندما يزداد الدخل ايضا بيزداد هنا الاستهلاك، ويكون عندي متساويين. عند تساوي الدخل مع الاستهلاك بيكون الادخار بيساوي عندي هنا ايه صفر. بعد ذلك مع زياده هنا الدخل يمكن هنا ايه في هذه الحاله ان الدخل يغطي الاستهلاك وتبقى جزء الايه للادخار. لذلك يمكن هنا ايجاد داله الادخار بيانيا عن طريق هنا ايه استخدام منحنى هنا الاستهلاك. ازاي؟ احنا هنضيف هنا اهوت داله هنا ايه الواي ده اللي هو بالنسبه لي مثل هنا الدخل، وده عندي هنا ايه الادخار المجزء. فانا عندي هنا الادخار المنور في قبل وبعد هنا التقاطع نور، دي داله هنا عندي هنا داله الاستهلاك اللي هي الخط الاخضر دوت، وانا عندي هنا المسافه ما بين ايه البعد ما بين الدخل والاستهلاك مره موجب ومره هنا ايه ثاني. اذا كان عندي هنا الاستهلاك هو خط الاستهلاك اعلى من خط الدخل يكون في ادخار هنا ايه بالسالب، اما اذا كان خط الدخل اعلى من خط الاستهلاك يكون عندي ادخار موجب، وعند نقطه التقاطع يكون عندي هنا ايه الادخار بيساوي صفر. عند نقطه التقاطع خط الدخل مع خط الاستهلاك يكون عندنا ايه الدخل بيساوي هنا ايه الاستهلاك، ويكون هنا ايه مقدار الاستهلاك هنا ايه مقدار الدخل الادخار بيساوي صفر. طب ازاي نرسم داله هنا ايه داله الاستهلاك بيانيا؟ هنا نرسم ما احنا خدنا رسم داله الاستهلاكيه. طب داله الادخار هنا بدل ما عندي ان داله الادخار مالها؟ بتبدا منين؟ بتبدا من الجزء السالب من الخط من المحور من الراس، وعلى بعد يساوي بعد من هنا المقدار الايه؟ الموجب على داله هنا ايه؟ بالنسبه لداله الاستهلاك. احنا قلنا منذ قليل ان داله الاستهلاك مالها؟ تبدا من جزء ايه؟ من الجزء الموجب من محور ايه؟ الراس، والمقدار دوت يمثل ايه؟ الاستهلاك هنا ايه؟ يمثل الاستهلاك التلقائي، اي عند دخل ايه بيساوي صفر. ايضا عشان ارسم داله الادخار هاجي على نفس البعد كده وارسم من اسفل ده الجزء الثالث وارسم داله هنا ايه الاستهلاك. بدل هنا اول ان داله الادخار هتقطع المحور الافقي عند نقطه هنا التوازن، عند نقطه التوازن اللي هي داله الاستهلاك مع داله الدخل الوضع هنا التوازن، بنزل خط الاسفل اقطع هذه النقطه، اتصل هذه النقطه يكون عندي هنا نقطه هنا ايه؟ نقطه هنا فيها ايه؟ هذه النقطه ان الادخار بيساوي كام؟ صفر. طب ازاي نتحصل على داله هنا الاستهلاك؟ ممكن ان احنا نرتبط بداله الادخار من داله الاستهلاك الرياضيه من الدخول في تفاصيل. بدل عندي في النهايه ان داله الادخار ادي عندي داله الاستهلاك بيساوي هنا السي بتساوي الاي زائد البي في الواي دي. هنا حسبت ان السي احط مكانها الاس والاي هتطبع بالسالب يبقى سالب ايه زائد هنا البي بقى عندي المكمل اللي هو 1 ناقص بي، حيث الواحد ناقص بي دوت مؤثر مين هنا هو الميل الحد اللي ايه للادخار. احنا قلنا منذ قليل ان الدخل يوزع ما بين الاستهلاك وبين هنا الادخار، وكان عندنا الميل الحدي للاستهلاك هو عباره عن ايه؟ التغير في الاستهلاك نتيجه على التغير في الدخل. يبقى الجزء المتبقي من الدخل هيمثل هنا ايه؟ الادخار. هجيب في التغير يبقى اذا ايه دلتا اف على دلتا واي دي الميل الحدي للايه؟ الميل الحدي
الادخار. ونظرا لان البحث موزع ما بين الادخار والاستهلاك، فنجد هنا ان المال الحد للاستهلاك زائد المال الحد للادخار يساوي 1 صحيح. يبقى عندنا هو دالة الاستهلاك هتساوي اف بتساوي سالب ايه زائد 1 ناقص دي مضروبه في مين؟ في الدي. حيث الواحد ناقص دي تمثل المال الحد للايه؟ للادخار. يعني مثلا لو قال لي ان المال الحد للاستهلاك بيساوي 75%، يبقى المال الحد للادخار هيساوي كام؟ 25%. يبقى اذا هنا عندي هنا ال A B C زائد ال A B S بيساوي 1 صحيح. ال A B C اللي هو المال الحد للايه؟ ال A B C هو المال الحد للاستهلاك زائد ال A B S المال الحد للادخار، مجموعهم يساوي كمان الواحد هنا ايه؟ الصحيح. وهنا عندنا ما يسمى المال المتوسط. انا عندي هنا المال المتوسط اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو افريج بروجستاتيك تو كونسيوم، اللي هو متوسط، اللي هو عباره عن ايه؟ بقسم بقى هنا ايه؟ بقسم الاستهلاك على حجم الانتاج المقابل ده. يعني كل استهلاك يتم قسمه على ايه؟ حجم الدخل المقابل ده، يديني المال المتوسط. ايضا هنا المتوسط للادخار هقسم الادخار على حجم هنا ايه؟ الاستهلاك المقابل ده. بجد عندي هنا ان الميل المتوسط للاستهلاك بياخد رمز ال A B C، الميل المتوسط للادخار A B S، مجموع الاثنين ده بيساوي 1 هنا صحيح. بس انا بنجد هنا ايه؟ احنا قلنا قيمه الميل الحدي، الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار قيمتهم من ايه؟ من 0 ل 1. بينما عندي هنا قيمه الميل المتوسط للاستهلاك قد تكون اكبر من ايه؟ من الواحد. هو دايما المال المتوسط اكبر من ايه؟ من الصفر. تكون ايه هنا اكبر من ايه؟ من الواحد. الميل المتوسط للادخار قد تكون بالسالب او ما هنا اقل من ايه؟ من الواحد. حيث ان مجموع ميل المتوسط للاستهلاك والادخار يساوي بعد هنا ايه؟ الصحيح. بص عندي التمرين بتاعنا او الجدول بتاعنا دوت هيوضح لي ايه هذا الكلام. عندي هنا الدخل المتاح، الاستهلاك، الادخار. تمام؟ هجيب الميل المتوسط بعمل ايه؟ بقسم اللي هو السي على الواي. اقول 375 على ال 370 يديني كام هنا؟ 1.01. طب الادخار عندي هنا بالسالب، فسالب على رقم موجب يديني عندي هنا ايه؟ بالسالب اهوت. سالب كام؟ 0.01. مجموع الاثنين مع بعض يديني واحد هنا الصحيح. ايضا هنا عندي 390 على 390 يديني واحد صحيح، صفر على 390 يديني صفر، مجموعهم كام برضه في النهايه؟ واحد صحيح. يبقى اذا عندي باستمرار الميل المتوسط للاستهلاك زائد الميل المتوسط للادخار مجموعه واحد صحيح. ايضا عندي هنا الميل المتوسط الميل الحد للاستهلاك زائد الميل الحد للادخار مجموعهم ايضا يساوي الواحد هنا الواحد الصحيح. وادي عندنا جدول نتدرب عليه ازاي نحسب هنا ايه الميل الحد للاستهلاك والادخار من الجدول. طبعا واحنا بصينا الجدول بتاعنا كده هنا يا شباب بيدينا هنا الدخل بيساوي كام؟ لو الدخل بيساوي صفر هنا هيتحسب ازاي الجدول؟ ازاي يتم هنا حساب هذه القيمه؟ هنا بيدينا معلومه، المعلومه اللي عندي هو ان هنا 500 اول حاجه بيدينا دائره الاستهلاك. بيقول لي ان الايه؟ ان ال 200 بتساوي ايه زائد الدي في الدي. خلاص دي دالة من هنا دالة الاستهلاك. فلو انا اخذت اي قيمه للدخل مع الاستهلاك هقدر اجيب هنا ايه؟ احسب اجيب ايه القيم بتاعتي هنا. فانا عندي هنا اهوت الاستهلاك عندي هنا استهلاك 200 بيساوي ايه زائد البي في الدي. طيب هنا ال 200 دي عباره عن ايه هنا؟ هنا ال 200 ديت اللي هو حجم الاستهلاك بيساوي الايه زائد البي في الدي. مطلوب مني ان انا اكمل هذا الجدول. أول حاجة أنا عندي هنا 500. عندي هنا كام؟ 500. و 500 بيساوي عندي هنا كام هنا؟ بيساوي عندي هنا إيه؟ الاستهلاك. يبقى الإدخار هيساوي كام هنا؟ الإدخار هيساوي هنا إيه؟ صفر. أهو. يبقى الإدخار عندي هنا هيساوي هنا إيه؟ صفر. تمام؟ طيب. عندي دخل صفر. عندي دخل إيه؟ صفر. هاخد الصفر اللي هو دوت اللي هو السداله الاولى
يعني هو ده اللي ديت قلنا هنقعد فين في الديفايد الصفر. اصبح عندي هنا الاي بيساوي كام؟ 200. يبقى اللي هو بيساوي كام هنا الاستهلاك؟ كان عندي ده في ساكن 200 بتساوي كام؟ هتساوي ايه زائد دي في الاي في البي. وقلنا لما يكون عندي الدخل بيساوي صفر هيكون عندي هنا ايه؟ الادخار هيساوي عندي هنا ايه؟ هيكون بيستهلك. لما يكون عندي الدخل بيساوي صفر دوت في عندي هنا رقم مستقل. عاوز اجيب انا الاي ديت اللي قلنا سميناها الاي دي قلنا سميناها ايه؟ سميناها الاستهلاك الايه؟ التلقائي او الذاتي عند حجم داخل صفر. هعوض عن الواي هنا بصفر يطلع الاي بيساوي كام؟ 100. يطلع الاي بيساوي كام؟ 200. يبقى اذا عندي داخل صفر الاي هتساوي كام؟ 200 هتساوي سي. يبقى انا احط هنا كام؟ 200. اوكي؟ طيب انا عندي هنا هقول هنا صفر ناقص 200 يديني هنا ايه؟ الادخار. يبقى دي كام؟ سالب هنا ايه؟ 200. طيب اطبع عندي هنا ايه؟ الداله بتاعتي. عاوز ايه بعد كده؟ ايه الميل اهو. عندي انا صفر اهو صفر الساق عندي 200 وعندي انا كام؟ 500 ايضا دخل. هجيب الدلتا بين النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي ودي. يبقى انا اقول هنا كام؟ 500 ناقص كام؟ 200. يبقى دلتا مين؟ دلتا سي على دلتا واي. 500 ناقص صفر يبقى هحسبها كام هنا؟ هحسبها 300 على 500 يطلع كام؟ 6 من 10. يبقى عندي انا ايه؟ الميل الحد اللي تساوي كام؟ 6 من ايه؟ من 10. يبقى اصبح هنا ايه؟ هحط هنا دي بتساوي كام هنا؟ يبقى اقدر اكتب هنا المعادله بتاعتي ال 200 هتساوي 200 زائد هقول ان الداله بتاعتي هتساوي السي هتساوي هنا ايه؟ 200 زائد 6 من 10 بي. اصبح عندنا داله السي هتساوي كام هنا؟ هتساوي السي هتساوي 200 زائد 6 من 10 واي. بعد كده ايه حاجه اعوض بقى كل داله عن طريق مين؟ الدخل. فاكتور عقود مين؟ السي. بعد ما الداله الظاهره عندي ان السي بتساوي 200 زائد 6 من 10 واي يبقى 100 في 10 كام؟ 60. 60 و200 يطلع كام؟ 260. اهو 200 في 100 200 في 6 من 10 120 120 و200 في 300 320 وهكذا. بعد كده هطرح هنا ايه؟ هطرح ال 100 ناقص 260 دي 160 بالسالب، 200 ناقص 320 دي 120 بالسالب، وهكذا لغايه ما احصل على ايه؟ على الادخار. كده اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي هنا الاستهلاك والادخار. بموجب هنا الاستهلاك بموجب هنا الدخل والاستهلاك والادخار اقدر اجيب هنا ايه؟ الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار والميل الحد للاستهلاك والميل الحد لايه؟ للادخار. احنا كنا حسبنا مسبقا الميل الحد مين هنا؟ للاستهلاك. قلنا عندي الميل الحد قيمه مالها قيمه ثابته لا تتغير فكله بيساوي كام؟ 0.6 من 10. ايضا في الميل الحد للاستهلاك للادخار هو مكمل للميل الواحد الصحيح يبقى 1 ناقص 6 من 10 هيساوي كام؟ 4 من 10 كل 4 من 10. الميل الحد للاستهلاك قلنا الميل المتوسط الاستهلاك قلنا عباره عن ايه؟ هقسم ال 200 على الصفر يديني قيمه غير معروفه اول واحده 260 على 100 يطلع 2.6 من 10 320 ناقص 200 على 200 يديني كام؟ 1.6 من 10. طبعا كده كل كام هنقول 1 ناقص كام؟ 2.6 1 ناقص 1.6 من 10 1 ناقص 1.3 1 ناقص 1 يساوي كام؟ 1 ناقص 0.93 يساوي كام؟ 0.07 وهكذا. بكده هنا ايه؟ كملنا جدولنا. او ممكن من خلال داله الاستهلاك والادخار اقدر اجيب هنا ايه؟ القيم بتاعتي اللي انا بعوض. احنا عندنا قلنا من شويه هنا ان داله الاستهلاك الصيغه العامه بتاخد هنا ايه؟ السي بتساوي الاي زائد البي في الواي دي والاس بتساوي سالب ايه زائد الواحد في 1 ناقص بي بتساوي واي. كده نكون وصلنا لختام اللقاء اليوم. احنا النهارده اتكلمنا على جزء احنا في بدايه درسنا النهارده كنا بنتكلم على ايه؟ على الدخل والانفاق. واحنا قلنا في بدايه لقائنا ان الناتج المحلي الاجمالي بيتم احتواه ايه؟ في اربع طرق. طريقه هنا ايه؟ طريقه السلع النهائيه والقوائم المضافه والدخل وطريقه عندي الانفاق. قلنا طريقه الانفاق ان انا بعمل ايه؟ بجمع مجموع انفاق قطاعات المجتمع الاربعه اللي هي الانفاق الاستهلاكي انفاق استثماري انفاق حكومي ثم الصادرات ناقص هنا ايه؟ الواردات. فاحنا الفصل دوت هنتكلم على ايه؟ على الانفاق الكلي. هناخد كل مكون من مكوناته ونتحدث ايه؟ عنه. فابتدينا حديثنا النهارده عن الانفاق الاستهلاكي. وجدنا ان في علاقه سرديه بين الدخل والانفاق هنا ايه؟ الاستهلاكي. وان يمكن من خلال هنا الضرايب التاثير في ايه؟ التاثير في هنا في الانفاق هنا الاستهلاكي.
وجدنا هنا ان ذلك الاستهلاك بسبب هذه الصيغه السي بتساوي الاي زائد البي في الواي دي، حيث السي اجمالي الاستهلاك، الواي هو الدخل المتاح، الاي الاستهلاك الذاتي، البي المال الحد الاستهلاك، البي في الدي بنسميه كل الاستهلاك التبعي. قلنا ان البي المال الحد الاستهلاك عباره عن ايه؟ اللي هو المارجنال بروبيسايت في كونسيوم، اللي هو بيساوي دلتا ايه؟ دلتا سي على دلتا هنا واي، حيث ان الميل الحد الاستهلاك بيعبر عن ايه؟ او يوضح الزياده في الانفاق، انفاق استهلاكي نتيجه لزياده الدخل بمقدار وحده واحده. بنحسبه ازاي؟ بقول هنا دلتا واي على دلتا سي على دلتا واي، يعني 3 ناقص 270 على 3 ناقص 270 على 3600 ناقص ايه؟ 3200، يطلع عندي 75%. قلنا ان الميل لحد الاستهلاك قيمه ثابته، يبقى كله اصبح كام؟ فاصل 7.5. عرفنا ان الميل لحد الادخار والاستهلاك الاثنين يكون هنا ايه؟ دخل المستهلك. ومنها اجيب الميل لحد هنا ايه؟ للادخار اللي هو المكمل. ايضا بنجد هنا في مصطلح ما يسمى التحرك على منحنى الاستهلاك وانتقال منحنى الاستهلاك. هنا يكون التحرك على منحنى الاستهلاك بالفعل مين هنا؟ تغير الدخل فقط، تمام؟ اللي هو منتقل من نقطة أخرى على نفس المنحنى، بينما عندي انتقال المنحنى الأسفل أو لأعلى نتيجة لمين؟ نتيجة لعوامل أخرى. عندنا أربع عوامل، اثنين مؤكدين واثنين إيه؟ في عليهم إيه؟ قولان. فأنا عندي هنا المؤكدين ثروة المستهلك والمستوى العام للأسعار. وجدنا عندما تزداد ثروة المستهلك بيحصل عندنا خط الدخل، خط الإستهلاك بينتقل إيه؟ لأعلى، الإستهلاك يزيد. ايضا عندي هنا مستوى العام للاسعار عندما ينخفض ايضا بيزيد. هنا عندي هنا ايه؟ المستوى العام للاستهلاك او الفقر يزداد، اعتقد ان ايه؟ لاعلى او بناء على ايه؟ لليسار. اما اذا مستوى الثروه انخفض او مستوى العام للاسعار ارتفع، بايه؟ الانفاق الاستهلاكي بيقل ودرجه الاستهلاك تنتقل ايه؟ لاسفل. هنا عامل اخرى مؤثره في الانفاق الاستهلاكي زي معدل سعر الفائده الحقيقي ومستوى الدخل. في بعض الدراسات اكدت على وجود علاقه وثيقه، والبعض نفى هذه هنا ايه العلاقه. وجدنا ان هنا ان دلس الاستهلاك بتبدا من الجزء الموجب للمحور الراسي، بينما دلس الادخار تبدا بالجزء السالب على نفس هنا ايه البعد. هذا البعد ده يمثل هنا الاستهلاك هنا التلقائي، يعني من خلال هذه الرسمه اقدر اكتب هنا ايه؟ اكتب استنتج داله الاستهلاك الخاصه بي، حيث هنا هذا الجزء الموجب يمثل هنا الايه؟ في داله الادخار الجزء السالب يمثل السالب هنا ايه؟ قلنا عندي هنا داله الاستهلاك الصيغه العامه لها السي بتساوي ايه زائد البي في الواي دي، داله الادخار السي بتساوي السالب ايه زائد واحد ناقص البي، حيث الواحد ناقص دي هو اللي الميل الحد اللي هي للادخار، وقلنا واحد ناقص بي زائد البي يساوي ايه؟ واحد صحيح. اذا هنا عندي الميل الحد للاستهلاك زائد الميل الحد للادخار يساوي هنا الواحد هنا الصحيح. ايضا عندنا مصطلح اخر ما يسمى الميل المتوسط. كان الميل الحد عباره عن ايه؟ هو التغير في الاستهلاك على التغير في الايه؟ في الدخل. بينما عندي الميل المتوسط هو عباره عن ايه؟ الاستهلاك على الدخل مقابل ده. يعني لو رجعنا لجدولنا هنا هنا لما كنت بقول هنا 395 ناقص 350 ده اسمه التغير على 390 390 دي الميل الحدي، لكن لو قلنا 375 على 370 بيجي هنا ايه؟ الميل المتوسط. فبنجد عندي هنا ان الميل المتوسط الاستهلاك دائما قيمته موجبه وقيمته اكبر من الصفر، قد تكون صفر، قد تكون واحد، قد تكون اكبر من ايه؟ الواحد. بينما عندي هنا الميل المتوسط للادخار هو ايضا عباره عن ايه؟ التغير في الميل المتوسط للادخار هو عباره عن ايه؟ الادخار على الايه؟ على الدخل. قيمته قد تكون موجبه اقل من واحد او تكون عندنا ايه؟ بي السالب. ايضا بنجد عندي ان مجموع الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار يساوي الواحد هنا ايه؟ الصحيح. تمام؟ ودي عندنا هنا جدول نهوت، ودي جدول قلنا هنا تمرين نتدرب عليه عشان ممكن يجي لنا هنا ايه؟ فاختبار. كده نكون وصلنا لختام اللقاء اليوم، باذن الله تعالى نلتقي غدا،
المحاضرة موجودة باوربوينت تقريبا على المنتدى إن شاء الله، محاضرة النهاردة وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله موجودين على المنتدى. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. احنا متأخرين.